مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. إن شاء الله الفيديوهات الفورم القصيرة الشورتس بإذن الله هتتركز على الدعوم والمقاومات التي من المنتظر أن تتحرك بينها الأسهم السبعة الكبار. يعني مش هيبقى الإطار الزمني عملاق، الإطار الزمني هيبقى قصير الأجل للغاية، مركزا على الدعوم المحتمل اختبارها في أسبوع واحد والمقاومات المحتمل اختبارها في أسبوع واحد صعودا وهبوطا، حتى يكون مع المتابع والمشاهد نقاط استرشادية لحركة السهم أثناء الأسبوع الواحد. ممكن جدا أثناء الأسبوع الواحد كمثال سهم أبل عند الطلوع يصادف السهم مثلا مقاومة يومية قصيرة الأجل، وممكن يصادفه مقاومة أسبوعية طويلة الأجل على حسب. فإذا ما كانت المقاومات التي ستواجه السهم مهمة يعبر عن قوتها بنجوم، نجمة واحدة يعني يومي، نجمتين يعني يومي مهم، وهكذا. كلما زاد عدد النجوم كلما كانت مقاومة أقوى، بينما نعبر عن مناطق الدعوم التي ممكن أن يقابلها سهم أبل في أسبوع واحد. فوارد جدا ما تلاقيش حاجات طويلة الأجل كتيرة، إلا إذا شاءت الصدفة أن يكون السهم بالقرب من مقاومة قوية أو من دعم قوي طويل الأجل، وقتها غالبا هيتم التعبير عن قوة وحجم الإطار الذي يظهر عليه هذا الدعم والمقاومة بعدد نجوم قوية أو كتيرة تعبر عن قوة المقاومة أو الدعم الذي يواجهه السهم أو يرتكز عليه السهم. لذا سنقوم بالتركيز في هذا القسم الخاص بالفيديوهات القصيرة الشورت فورمات، هنقوم بالتركيز على الدعوم والمقاومات التي من المحتمل أن تواجهها الأسهم السبعة الكبار خلال أسبوع واحد فقط. ليه بقول الكلام ده؟ علشان في السابق كنت بعمل الفورمات القصير هذا، ولكن بعبر عن إطار زمني قصير ممكن يستغرق 3 أسابيع وممكن يستغرق 3 شهور، وبتتغير الرؤية كتير. فما دامت الرؤية بتتغير كتير وكل أسبوع محتاجة تجديد، خلاص نركز على نقول إيه، على الرينج أو المدى المحتمل أن يتحرك فيه السهم صعودا أو هبوطا خلال أسبوع واحد فقط، ويجدد كل أسبوع. فإن شاء الله إذا ما كنتم مشجعين هذه الفكرة بهذه الآلية وهذا الإطار، قولوا لي في التعليقات علشان أتبنى هذه الرؤية في قسم الفيديوهات القصيرة على قناة أمريكا تشارت. وختاما، كورس بي سي آي دورة الصيف اكتملت على خير، وباب الاشتراكات مفتوح لدورة الشتاء، والعدد 45 مقعد فقط لا غير. الحق مكانك من دلوقتي. بالتوفيق إن شاء الله.